خدمي حاول سكت خدم خدم لا خليها خدم ساخن نشوف سكت خدم سكت الضربة تسمع فيها تقربيعة هذيك هي هذيك هذيك تسمو كما قلت لك هذيك خدمي حاول سكت خدم خدم لا خليها خدم ساخن نشوف سكت خدم سكت الضربة تسمع فيها تقربيعه هذيك جاني السيد هذا عنده بارتنر يشكي من مشكله في الصوت عنده في السياره من قدام وقت يمشي يجري وقت يطلع صاعده وقت يخدم المحرك ويسكت عنده صوت يسمع فيه غريب شوي وما كانش يتوقع ان هو انا باش نخرجه له بكل سهوله فقعدت نحاول نقول له خدم سكت خدم سكت لين يعني نحس ان الصوت ماهوش صوت كاوتش او صوت احد يعني صوت حاجه تحك في بعضها كما الحديد كي يبدا مشقوق من النص ولا حاجه تعمل قزقيز هذيك القزقز يعني نتاع حديد في حديد حديد في حديد نتاع حاجه مكسره انا كنت وقع تكسيره تكون في الشاسي تكون في البرسو قعدنا نتبعوا فيها حتى لقيناها في القطعه هذه اللي باش نصورها لكم تو نشوفوا التقزقيز اللي في البارتنير شوف هذاك وقت اللي هو يحرك ولا ديماري يسكت هذايا يمس في بعضه علاش قلت انا حديد في حديد لان الخبره عندها دور كي نسمع الحاجه نعرفها منين مش سيبور كوتش ولا حاجه لا فما حاجه تقزقز طلعت هذه مكسره ها هو نورمالمون كيفاش يجي هو يجي كما هذا ما فيش حتى تضرب شفتوه يجي كجديد ومعاه هذايا الكونتر بوان نتاعو باش يخليه رزين هذيك ساعات الخدمة تبدأ مش هي هكا يرجع تلقى كل حس